كم مستعدين تدفعون علشان تتخلصون من الإعلانات؟ انتشر في تويتر خبر إضافة رسوم اشتراك بقيمة 11 دولار علشان تقدر تتصفح تويتر بدون إعلانات. وكتب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للتطبيق على حسابه الشخصي تغريدة قال فيها: الإعلانات متكررة جدا على تويتر وكبيرة جدا، نتخذ تدابير للتصدي لهذين الجانبين معا في الأسابيع القادمة.